التي كانت مهرية للأنباء أن الطائرة المقلة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وهو في طريق عبور الأجواء العربية الليبية قادما من السودان وصال بها واختفت من على شاشة القمر تمام الساعة 20:45 تم الاتصال من قبل الطيار ببرج المراقبة في منطقة الكفرة. تم اختار المستوى الأعلى جدا بالشعب المسلح وهو قائد الثورة. صدرت الأوامر إلينا بأن نتخذ تدابير لإنقاذ حياة الرئيس الأخ ياسر عرفات. وطلبنا احتياط من الطيران بنفس العدد حتى يكون احتياط لتنفيذ الخطة في الليل واليوم التالي. أيضا دخل في الخطة هو استخدام الدوريات الراجلة، وتم وضع على هذه الدوريات حوالي عدد من الخبراء الصحراويين مستعدين للاضطرابات المطلوب اتخاذها فورا ومصممين على الخروج خارج. وصل الرئيس متوعكا مع رجاله المصابين، هكذا اوصى واصر ان يكون معه. CNN من بوسوارزر ارسلت تقريرا حول الساعات التي سبقت العثور على طائره عرفات والتوتر الذي كان يعم اتباعه الفلسطينيين. عمت الفرحه والنشوه بعد ان اوردت تقارير نبع العثور على طائره عرفات في الصحراء الليبيه، بان زعيم منظمه التحرير الفلسطينيه على قيد الحياه وبحاله جيده. اشعر بالفرح والارتياح والنشوه. لقد ابدى الكثير من القاده والزعماء العرب وفي العالم استعدادهم لتقديم كل المساعدات اللازمه. طيب على السلامة. الله يبارك فيك. والله 14 ثغرة كانت في الجو وشو 12 كانت السيارات والله بيبلغوك التحيات، قالوا لي أمانة إنه تبلغ الأخ القائد تحياتنا.